هل هناك أطعمة تزيد من جمال الجنين وذكائه؟ وهل بإمكان بعض الأطعمة تغيير الشكل الظاهري للطفل؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. مرحبا بك مجددا. تحلم كل أم أن تضع طفلا جميلا وذكيا، وبالطبع يمكن لبعض الأغذية التي تتناولها الأم أن تزيد من جمال الجنين وذكائه، لكن يجب أن تفهمي عزيزتي الحامل أن تناولها يكون بشكل مستمر وليس مرة واحدة فقط، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وهذه الأغذية هي كالتالي: رقم 1، التمر. التمر يجعل الولد حليما ذكيا كونه غنيا بالفيتامينات والمعادن، لذلك يساعد التمر في ظهور الجنين بشكل أفضل وأحسن، كما يساعد في جعل الطفل هادئا. لذا ينصح المرأة الحامل أن تتناول التمر باعتدال خلال أشهر الحمل. رقم 2، الرمان. تناول فاكهة الرمان أثناء الحمل يساعد في تحسين شكل الجنين ويزيد من جماله، هذا بالإضافة إلى أن الرمان يزيد من ذكائه أيضا، كما له فوائد أخرى بحيث يحافظ على البشرة ويساعد على تقوية العظام لاحتوائه على فيتامين ك. رقم 3، البرتقال. بفضل احتواء البرتقال على حمض الفوليك الذي يمنع تشوهات الأجنة، واحتواؤه كذلك على فيتامين جي الذي يمنع تلف الخلايا، كما أنه يساعد على امتصاص الجسم لعنصر الحديد، فإنه يساعد على جعل الطفل ذكيا. إلى اللقاء.